لما نشوف أن هناك انحراف على القيم وانحراف على الأخلاق متاع السياسة نقول باستا. نعتبر أنه الخط السياسي هذا مش خط المسار. كأن سمير الطيب يتنكر للعائلة اليسارية اللي لا كنت لا لا أنت واحد منها. الاستقالة روى البعض اعتبروه نص مهين. لا 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 حزب المسار. لا لا أنك ضحيت بحزب لا 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 لم أضحي لم من أضحي من أجل منصب الوزارة لم أضحي. ثم قلت أنا لا أشارك في حكومة ائتلاف حزبي في حركة النهضة. أعتقد أنه ما خنتش أمانة الناخبين متاعي. اللي يدخل الحكومة يلقى روحه من بعد في حزب تحية تونس. حزب تحية تونس عنده مشروع سيناجي. الكلام هذا ما يتقالش لا لا لا. في 2014 عرض علي رئيس حزب نداء حركة نداء تونس أن حزبي ينصار في قائمات نداء تونس ويضمن لي 10 مقاعد. ماكش نادم رفضت العرض هذا؟ إنه كان ما خديناش قروض هذيا راهو ربما الناس ما خلصتش شهرها في البداية. أنا نحب نضحي. نحي الكاسكيت التوزيع. لا لا مش نحيتها. قلت سي المنصب بن سالم أسألك الرحيل. جزء منها جزء من الجبهة الشعبية من الشعبوية تبيع. اللحم البقري في 2017 ب 19 دينار. اليوم اللحم البقري السمير عند الزازاري تبيع ب 29 و 28 دينار. سمير الطيب فيرسيون 2013. تصدق فطاب ولكن انا نمشي مش ديما لكن نمشي المرشي. انت تقضي ولا يقضي لك؟ بعد شغلتين عليه. ما هو هذا هو. بعد شغلتين عليه. تحب نعلمك حاجه سي. وصلت لتر ب 13 و 14 دينار. اليوم معناه ترمي في الكوره الوزير التجاره. لا لا. الموت اليوم الحمل علوش ما عادش خلت عليه. لا لا يخطي. سي حمو الحاجه ما يعرف حد شيء على الفلاح باش يقول السياسه التقدمي غير تقدمي. حما خليه يقعد في برج عاجي ما يحبش يمسخ يديه بالممارسه اليوميه. ما نحبش يكون يسالني انا وين. نحب شكون يقول لي ايش قاعد تعمل.